احتجاجية لمدة 3 أيام ضد ما يصفه عمال شركة النفط بالإهمال واللامبالاة. ومن خلال الوقفة التي طالبوا فيها بوقف تجاهل الشركة، أكدوا بوقف عمل مساكب الوقود في مصافي عدن، حيث اعتبروه ناقوس خطر لا يدق باب شركة النفط فحسب، بل أبواب جميع المواطنين. نحن هنا باسم العاملين نتابع بشكل مدبر إلى توحيد العمل عبر شركة النفط الذي هي الملك الحقيقي لتوزيع المنشقات النفطية في كافة أنحاء الجمهورية. وبعد أن نفذ العمال إضرابا جزئيا ذهبوا لتنفيذ إضراب كلي، جاء كردة فعل لما اعتبروه عبثا في القطاع النفطي، حيث طالب المحتجون من عمال شركة النفط بتفعيل القانون لتوزيع المشتقات النفطية ومنع عمل المساكب المستحدثة والتي وصفت بغير المؤهلة داخل مصافي عدن. ندق ناقوس الخطر، نعرف إنه الناس يخططوا وصدر قرار يعني بطريقة أو بأخرى هو إلغاء مصافي عدن. يعني إيش؟ ما فيش تكرير، ما فيش. طيب مصافي عدن أهم مرفق حيوي سيادي بينتهي. ما فيش معك حاجة على تمول ميزانية الدولة إلا من خلال هذا 70% من ميزانية الدولة يا ناس. هذا اعتبروا يا جماعة الخير يشغلوا المصافي، الذي عطل المصافي يشغله كذا باحترام وذا، واعتبروا هذا بلاغ للنائب العام للقضاء. تعد شركة النفط الجهة المسؤولة عن التموين الداخلي، وأي تجاوز على مهامها يتسبب بأزمة مشتقات نفطية في السوق المحلية يتجرع نتائجها المواطنة قبل أي طرف آخر. حنين جمال، بلقيس، عدن.